أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة. وهذا السائل يقول: هل هناك حكمة شرعية في الأمر بقتل الفواسق؟ وهل جميع أنواع الغراب من الفواسق فيقتل؟ وهل ورد نص بعدم قتل العنكبوت وعدم إيذائه؟ فهذا منتشر بين عند عوام الناس. قتل الخمس الفواسق أمر به النبي صلى الله عليه وسلم في الحل والحرم، والفواسق مأخوذ من الفسق وهو الخروج، لأنها خرجت عن عادة المخلوقات في الأذى أنها تؤذي، والحكمة في قتلها دفع أذاها. الحكمة في قتلها دفع أذاها عن الشخص وعن الناس، هي الحكمة. وأما العنكبوت فلم أسمع فيها شيئا، ما أعرف فيها شيئا. نعم.